مساء الخير عليكم حبيبتي الغاليات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير، تكونوا بصحة جيدة، وانتم تشاهدوا هاد لا فيديو ان شاء الله تكونوا كاع بخير، وتكونوا فات عليكم هاد المرحلة ان شاء الله ربي يقدرنا يكون معانا. توحشتكم بزاف الغاليات تاعي، كما كتشوفوا مانيش نحط لكم دائما فيديوهات كما حكيت لكم على الوضع، ولكن ان شاء الله غادي نوعدكم باش ندير لكم فيديوهات جديده لتحضيرات رمضان. حنا نديروا اللي علينا وباقي على ربي، لازم نكونوا شادين في ربي سبحانه قبل لا نشدوا في حاجه اخرى وما نفشلوش، ولازم حنا نديروا اللي علينا وخلوها على ربي سبحانه. البنات كما راكم تشوفوا هذا الفيديو اللي درته لكم اليوم فيديو خاص بحاجه اخرى، خاطي الطبخ وخاطي الوصفات اللي درت لكم هذا الفيديو. صرات لي واحد المشكل هذا الاسبوع، وهذا المشكل ما بغيتش يفوت عليكم انتم خاصه اليوتيوبرز. هذا المشكل غادي ندير لك هذا الفيديو خاص باليوتيوبرز ولا صاحبات القنوات الجديده اللي بداو فتحوا قنوات تاعهم ومازال ما خلصوش من القنوات تاعهم. شاهو هاد المشكل البنات، انا البنات كيف فتحت هاد القناة اوتوماتيكمون هاد القناة من بعد كي تفوتي واحد الشروط يعطوهم لنا وتدخلي حقوق الدفع وكاع يبدو يعطوك مكتوب مصاريفه كيما نقولوا كل وحده وعلى حساب القناة تاعها، كاين اللي تجيها مبلغ مليح كاين اللي تجيها مبلغ شويه على حساب التفاعل اللي عندها على حساب لي في كل وحده وربي واش كتب لها ولا يرزق كل مؤمن. البنات انايا كيف فتحت هاد القناة قلت لكم كنت نخلص عليها، ولكن كي كنت نخلص كنت نخلص من سوسيتي جينيرال، هاد البنك خاص بال يخلصوا فيه صاحبات قنوات يتعاملوا مع ويسترن يونيون. هاد السوسيتي جينيرال وين كاينه؟ كاع كاينه في الجزائر العاصمه، كاين في وهران، كاين في ولايه سيدي بلعباس، وكاين في تلمسان. بعد انايا الدفعه تاع الخطره اللي فاتت خرجتها عادي من هاد السوسيتي جينيرال، ولكن هاد السوسيتي جينيرال يدو معانا كيما نقولوا نصف الارباح ويعطوهم لك اون دينار، كيما نقولوا جاتك 3 ملايين كي تروحي تخرجيها تدي نصف تاعها تدي غير مليون ونص، وهما يدو مليون ونص، هذا شرط من هاد الشروط نتاع البنكة وتخرجيهم اون دينار. ولا علينا، انا كنت نورمال نخرج مكتوب قليل والحمد لله البركه في القليل، وكانوا وعوني قبل ناس وقالوا لي بلي فتحي بون كيما نقولوا فتحي كونت بالاورو في بنك من البنوك الجزائريه تبدي تخرجيهم اون اورو. انا ما نكذبش عليكم ظروف وما كانش عندي وقت، كل يوم نقول نفتح وكل يوم نفتح كل يوم العجز ما فتحت. المهم مده 3 ايام ولا 4 ايام دخلوني مصاريفه من القناه. من بعد تفهمت انا والزوج تاعي، قلت له روح شوف من قبل انت باش منها ولد شقه باطل، قلت له ولد انت شوف اذا كان راهم يخدموا ولا مع هذا المرض تاع كورونا، قال لك لي بوست ما باش يخدموا ولي بانك وكاع. من بعد روح، كي روح قال لي معلم خلاص ما غاديش تزيدي تخلصي من سوسيتي جينيرال. قلت له علاش؟ قال لي صايي نحطوا اي نوت باللي سوسيتي جينيرال ما تزيدش تخدم تتعامل مع ويسترن يونيون. انا حسبت غير عندنا في بلعباس، وعاود قلت بالك غير من هاد البيريود اللي رانا فيها تاع كورونا وكاع، من بعد كي تفوت هاد البيريود ربي يصلحها ويجيب خيره. من بعد انا كي سقسيت في وهران وسقسيت في تلمسان وفي الجي جابوا لي خبر باللي خلاص سوسيتي جينيرال ما غاديش تزيد تتعامل في الجزائر العاصمه، كاع الجزائر كومبلي ما تزيدش تتعامل مع ويسترن يونيون. بعد كي زدنا بحثنا في اليوتيوب وزدنا سقسينا اصدقاء في الخارج وكاع، قال لك خلاص ويسترن يونيون ما غاديش تتعامل حتى مع حد ماشي غير في الجزائر، بارتو صاي اليوتيوبرز ما يزيدش يخلصوا ويسترن يونيون. المهم حبيباتي قعدت نقول واش ندير، شهو الحل كيفاش ندير. سقسيت وخممت وبحثت في اليوتيوب وبحثت صاحبة قنوات كبار الله يبارك نصحوني وروني الطريقه اللي نديرها. انا يا درت هذا الفيديو تلمو اللي حوس في اليوتيوب وما لقيتش كيفاش ندير وما لقيتش كيفاش حل، لفات كو درت حل روحي وساعدني هذا الحل. بغيت نعطيه لكم نتوما صاحبة القنوات اللي ما على بالكمش بهذا الخبر وصاحبة قنوات جديده، بغيت نقول لكم اللي راه عاده ما خرجت الدفعه تاعها ما ليها غير تروح تدفع في بنك في الولايه اللي تسكني فيها ولا البلاد اللي تسكني فيه، تروحي اي بنك يتعامل مع اليوتيوبرز. انا كي بحثت في بلعباس كاين شحال من بنك البونو كل واحد وكيفاش تحل الكونت تاعك، كاين اللي حل لك 100 اورو، كاين اللي حل لك 70 اورو، كاين اللي حل لك 50 اورو، كاين اللي حل لك 30 اورو، كل واحد وكيفاه. انا يا فتحت في قالوا لي كل بنك وكيفاش يتعامل، قالوا لي احسن بدر في الجزائر هو البنك البدر، هذا البدر قالوا لي ما تقيحش معاه حتى تعقيدات،
وكاين اللي راهم حالين بصون اورو وكيخرجوا الدفعه تاعهم يعطولهم النص بالدينار والنص بالاورو، ولكن البدر يعطيهم لك ديريكتومون بالاورو، ما يدي معك لا ربح لا والو، كيما يدخلوك بالاورو يخرجوا بالاورو. هذه واحدة. ثاني حاجة أنا كي بحثت وسقسيت هنايا بالنسبة لي أنا في بلعباس سقسيت قالوا لي البدر هي أحسن بنكة، رحت عندهم استقبلوني استقبال ما شاء الله ودفعت الدوسي تاعي، الدوسي تاعي شتا هو باش حلو الكونت، تدفعي 50 أورو و 200 ميل دينار جزائرية، وعندك كذلك زوج تاع فوتوكوبي تاع بطاقة التعريف، زوج تاع بطاقه لا ريزيدونس تاعك وين تسكني، وعندكم زوج تاع شهاده الميلاد وربح صور، باسكو غادي ندير لكم دو دوسي، دوسي عندهم ودوسي اللي بحثوه. هادو هما البنات، تروحي تدي هذا الدوسي تاعك وتدي الدرهم تاعك يحلوا لك كونت، وهذاك الكونت تعطيه لجوجل باش تبدلي باللي ماكش تخدمي مع ويستر يونيو مع سوسيتي جينيرال، تعطيهم كونت جديد. وسا ديبون كل بنك وكيفاش، كاين اللي تقعد 15 جور يدخلوا هاد دراهمها، كاين اللي تقعد شهر، كاين 3 شهور، كل وحده وكيفاش. المهم البنات انا بغيت نقول لكم اللي عندها كاش ارباح ومازال ما دخلولهاش ولا ما قدرش تخرجهم، نقول لك حبيبتي ما تخافيش، الدراهم تاعك يولوا الادسنس ويقعدوا 60 يوم، راني سقسيت عليها وصرات لي انا والحمد لله، تقعد 60 يوم والارباح تاعك يعاودوا يولوا لك عادي في الكونت اللي فتحتي جديد، ما تخافيش الدراهم يقعدوا في الامان ما يدوهم لكش. وكذلك كي تحلي بنك سا دي تحلي كونت في البنك سا دي بون شحال تقعدي، 15 جوغ حتى لو ماكسيموم شهر، كل وحده وكيفاش، ويدخلوا لك الارباح تاعك عادي وتخرجيهم اون نور. هذا هو الموضوع تاع نهار اليوم، وهذا هو الفيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله كنت خفيفه ظريفه عليكم، وان شاء الله تستفادوا من هذا الفيديو اللي درته لكم اليوم. حبيباتي قلت لكم ما نبخل لكم على حتى حاجه، حاجه اللي نستفاد منها راني نعطيها لكم، حاجه اللي نتعلمها نمدها لكم، وحاجه اللي فاتت عليا نخبركم بها حتى نتوما ما تغلطوش كيفي وما تفوتش عليكم. ما عليكم غير تقفزوا بروحكم وتحلوا دي كونت وتتسحبوا الاموال تاعكم عادي جدا. هذه البنات تهلاو في رواحكم خياتي، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، فيديو وصفات او تحضيرات رمضان. تهلاو في رواحكم حبوباتي، ما تنسوش تبارطاجوا هذا الفيديو اللي تاعو الفائده وتوصل لاكبر نسبه الاخوات اللي راهم حالين قنوات صغار باش يعرفوا واش يديروا، وما تنسوش اللايكات والتعليقات. اي سؤال حبيباتي اي استفسارات ما عليكم غير تحطوا لي تعليق في القناه او في الفيديو تحت الشاشة باش نجاوبكم ونرد عليكم. تهلاو في روحكم حبيباتي، باي باي، سلام.